لسه مكملين معاكم فقراتنا، وكنا بنقول في البداية ان واضح جدا ان الشعب المصري كله منشغل دلوقتي بالرئاسة، انتخابات الرئاسة، المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وبعدوا شوية عن الدستور واللجنة التأسيسية والدستور اللي عليها اعتراضات يمكن من يعني كافة الجهات، ولكن طبعا ما فيش الاعتراضات دي رد فعل واضح لسه شايفينه. على العموم في مواضيع لسه مهمة جدا، ويعني ابتدينا نناقشها يمكن من قبل الثورة واستمرت لبعد الثورة، وهي مطلب أساسي من مطالب المصريين، وهي الصحة. الصحة يعني أعتقد أن كلنا لينا حق أن احنا يكون عندنا رعاية صحية، لازم كلنا نهتم بصحتنا، مفيش حاجة أهم من صحة المصريين عموما. ده عنوان حملة، الحملة بيقوم بيها أطباء بلا حقوق، دي حركة. والنهارده ضيفتنا النهارده دكتور منى مينا، عضو مجلس نقابه الاطباء والمتحدث باسم حركه اطباء بلا حقوق. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، منورانا. اهلا بيك، ربنا يخليك. دكتور منى، احنا لسه كنا بنسال دلوقتي سؤال، بنقول ايه اهم من صحه المصريين؟ بالتالي مفيش حاجه، الصحه والتعليم. يعني انا بس احنا بنتكلم عن الصحه بحماس بيبقى عندي حته صغيره كده اهو، ما ننساش التعليم. يعني انا ما اقدرش اتكلم في التعليم لانه مش مجالي، كل مجال ليه ناس فاهمه خصائصه، لكن اعتقد الصحة والتعليم مستقبل اي شعب. علشان اذا كنا بنقول ان احنا دولة فقيرة، دولة فيها مشاكل، ده علشان نغير الواقع ده نروح لدولة تليق بمصر. امكانيات الشعب المصري امكانيات رهيبة، امكانيات مصر كمكان وكثروات امكانيات رهيبة. عشان نروح لدولة تليق بمصر والمصريين محتاجين ان نهتم بالقطعين دول، الصحة والتعليم، الاثنين مرتبطين بشكل كبير كمان ببعض. مفيش حاجة أهم من صحة المصريين، هي والتعليم حاجة مفروض يبقى لها الأولوية في أي تخطيط، في وضع الدستور المصري، في برامج المرشحين للرئاسة، في تبني الدولة، في الميزانية القادمة. الحقيقة الحملة، خلينا نتكلم عليهم بالتفصيل، يعني ومسكنا جزء جزء. الحملة عموما بتهدف ليه؟ اولا الحمله مش اطباء بلا حقوق بس اللي متبنياها لحد دلوقتي، اطباء بلا حقوق ولجنه الدفاع عن الحق في الصحه وجمعيه اطباء التحرير. نقابه الاطباء لسه مخرجه كلام على موقعها الرسمي بانضمامها لمطالبه ب 15% موازنه القادمه، وهيبقى في اجتماع بين ممثلين نقابه الاطباء واعضاء في لجنه الصحه في مجلس الشعب. والحقيقه انا بدعو جميع الاحزاب بكل الوان الطيف، احزاب اسلاميه، احزاب يساريه، احزاب ليبراليه، يعني اي، يعني المفروض ان ده مطلب جامع. يعني في تخيلي ان دي ممكن تبقى من المطالب الفوق دستوريه او المحددات الفوق دستوريه، ان يبقى في الدستور اهتمام بالحقوق الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم. دي حاجات بغض النظر عن توجهي لهبني دولة شكلها ايه، اذا كنت عايزة ابني دولة قوية نختلف، يعني في هامش اختلاف مسموح به في شكل الدولة، لكن اذا كنت عايزة ابني دولة قوية يبقى لازم اهتم بهذه القطاعات. فانا بوجه من برنامجكم الدعوة لكل الاحزاب والتيارات والحركات، حركة 6 أبريل، شباب من أجل التغيير، مش عارفة إن مصريات من أجل التغيير، بدعو كل الأحزاب وكل الحركات إنها تساعدنا في تبني هذه الحملة. دكتور منى، مشاكل التأمين الصحي والرعاية الصحية والتوعية الصحية عموما في مصر كانت يعني بدأت من سنين وسنين، وفي مشاكل بيعاني منها كل المصريين. عايزين نعمل إيه عشان نحسن ده؟ عايزين نعمل إيه؟ اولا عايزين ندي للصحه نصيب معقول من الميزانيه. يعني الاتفاقات الدوليه وكل الدول المحترمه بتقول ان نصيب الصحه في اي ميزانيه يجب الا يقل عن 15% من الموازنه العامه للدوله. في مصر هي حوالي 3.8 3.9، يعني اقل من ثلث المفروض. محدش يقول لي بقى اصل مصر دوله فقيره. يعني ايه دوله فقيره؟ انا بقول لك لو عندك جنيه من حق الصحه 15 قرش منه، لو عندك 100 جنيه من حقنا 15 جنيه منهم، لو عندك ده اساسيات يعني. يعني دي نسبه وتناسب. فما تقوليش دوله فقيره، لما ابقى دوله مفقره، بلاش فقيره، دوله مفقره فميزانيتي ضعيفه، وبعدين بدي للصحه نصيب اقل من الثلث من هذه الميزانيه الضعيفه، وبعدين هذا النصيب الاقي اغلبه مهدر. حضرتك اكيد رحتي المستشفيات تبقى متبطنه رخام وسيراميك، وبعدين تخش الاستقبال ما تلاقيش في سرنجه. يعني انا عندي ميزانيه ضعيفه ولكن مهدره. فاحنا عايزين نصلح اولويات الانفاق، نعلي الانفاق على الصحه. جيبوتي يعني دوله غلبانه جدا، نصيب الصحه فيها 8% من الموازنه العامه.
اجور الاطباء في فلسطين، اراضي فلسطينيه المحتله، دوله تحت الاحتلال، يعني ظروفها سيئه جدا، اعلى بكتير من اجور الاطباء المصريين. انا كان نفسي بس قبل ما نقول عايزين نعمل ايه في الحمله دي، نقول ماذا تعني 15% او نصيب عادل للصحه مدينه الدوله. والكلام ده موجه للمواطن العادي، عشان في مواطنين ممكن يفكروا ان الدكاتره بيتكلموا كده علشان عايزين يحسنوا اجورهم. اه طبعا احنا عايزين نحسن اجورنا حتى ولو يعني، بس مش بس، بس اكيد بقى عليها كمان هيبقى صحه الناس. عايزين كمان مكان الناس. نعرف نشتغل فيه، عايزين مكان نعرف نقدم خدمه فيه. يعني اللي بيقول ان الدكاتره بيفكروا كده علشان نفسهم بس، ليه؟ انا مش والدي، انا حاليا والدي مريض بيحتاج علاج، بيتلقى علاج، يعني احنا مواطنين. جوزي في فتره كان مريض وعانى من الاضطراب والعك اللي موجود في المنظومه الصحيه، ولادي ممكن يبقوا يعني باختصار احنا مواطنين، بنبقى اطباء احيانا وبنبقى مرضى او اهالي مرضى احيانا اخرى. وبعتقد ما فيش اي حد ممكن يعترض على ان يكون في ميزانيه محدده ومعروفه سنويه يعني تنفق على الصحه، يعني ميزانيه محترمه للصحه، يعني المريض يلاقي مكان في عنايه مركزه، يلاقي سرير نظيف مش السراير اللي احنا عارفينها، يلاقي عنبر فيه دوره ميه نظيفه، لان في عامله بتاخد اجر معقول شغلتها انها تنظفها، مش عامله بتاخد 100 جنيه او 120 جنيه وبالتالي فهي قاعده طول الوقت تدور على بقشيش هنا وبقشيش هناك، مش قاعده لشغلها الاساسي. يعني علاج لما ادخل العياده الخارجيه او لما ادخل الاستقبال الاقي علاج، الدكتور ما يكتبليش على الورق يقول لي حد يطير يجيب لي ده بسرعه، فيروح العيان يتخانق مع الدكتور، ولا ده ذنبه حاجه ولا ده ذنبه حاجه، ده ما عندوش امكانيات وده جاي قرفان، فيتقشوا في بعض بدل ما يبقى فيه العلاقه المفترضه اللي احنا بنتخيلها، علاقه تفاهم وتراحم واستيعاب بين الاثنين، يبقى علاقه صدام. يعني عموما يعني المطالب واضحه ومحدده، لجنه الصحه في مجلس الشعب دورها ايه؟ المفروض انها يعني حتى تتبنى الان الكلام ده، حتى الان للاسف ما تكلموش حوالين النقاط دي. احنا بنطالبهم انهم يتبنوا ده ويخرجوا تشريع بشكل او باخر بيه. يعني انا يعني طب حضرتك يعني بتقولي ما تكلموش لحد دلوقتي على اللي احنا اتكلمنا عنه كله اللي هي المطالب المعروفه، اتكلموا في ايه لحد دلوقتي؟ الحقيقه اللي سمعتهم بيقدموا شكاوى من احوال في مستشفيات، يعني شكاوى حقيقيه ومهمه، ولكن ده تخيلي ان دور مجلس الشعب مش انه يقول زي اي مواطن عادي المستشفى الفلانيه فيها مشاكل كذا ومستشفى الفلانيه فيها دوره انه يعني يبقى عنده نظره تحليليه ويشوف اللي ورا ده. ان احنا عايزين ميزانيه محترمه للصحه لا تقل عن 15% زي الاتفاقات الدوليه اللي مصر موقعه عليها بتقول، وعايزين ترشيد للانفاق. يعني انا سمعت الحقيقه الجمله دي ترشيد للانفاق من دكتور فؤاد المناوي وزير الصحه وعجبتني جدا، قال احنا عندنا مستشفيات كفايه، احنا عندنا مستشفيات نسبه الاشغال فيها ضعيفه، انا مش عايز انشئ مستشفيات جديده، انا عايز اشغل مستشفيات الحاليه، لان ما فيش اي معنى اني اخصص ميزانيه لانشاء مستشفيات وانا عندي مستشفيات مش عارفه اشغلها علشان ما فيهاش ادويه، ما فيهاش مستهلكات، ما في يعني مستشفى محتاجه لانفاق شديد في تشغيلها في حد ذاته. فده اللي احنا عايزينه، ميزانيه محترمه وتعديل الانفاق. نفسي بقى في حاجه، نفسي ده يبقى له حيز من الدستور مش بس من القوانين، محدش يقول دي قوانين تفصيليه. تخيلي انا مش حد قانوني طبعا، لكن تخيلي المتواضع للدستور انه عقد بين المواطنين وبين الدوله وبين المواطنين وبعض في نفس الوقت لضمان حقوقهم. طيب هل الحقوق دي فقط خاصه بالحقوق الديمقراطيه، حق التظاهر هي كلها حقوق هامه، التظاهر والتعبير واصدار الجرائد والفصل بين السلطات وحريه الصحافه، هل كل الحقوق في هذه المنطقه ولا في منطقه هامه جدا في الحقوق الاجتماعيه، في الحقوق الاجتماعيه اللي هي حقوق طال حرمان المواطن المصري منها وطال احتياجه ليها، احتياجه لحياه محترمه باختصار. ليه ما يبقاش في نص في الدستور على يجب الا تقل ميزانيه عن 15%؟ لا تقل، احنا نتوقع مع التقدم الطبي ان احتياجات الطب بتزيد، فممكن نقول لا تقل، ممكن تزيد بعد كده. هو في دكتور قانون للتأمين الصحي في مصر؟ في قانون للتأمين الصحي اللي موجود حاليا في مصر اللي هو بيغطي حوالي نص المواطنين المصريين، مفيش قانون بيغطي كل المواطنين المصريين، في مشروع قانون محطوط، في مناقشات كتير قوي حواليه، بس الحقيقه في مشكله اساسيه، يعني انا ليا طبعا اراء تفصيليه في حاجات فيه، لكن في مشكله اساسيه
كل شويه بيقولوا القانون اوشك على ان احنا ننتهي منه، بس عندنا مشكله صغيره في التمويل. تمويل القانون، تمويل المشروع، المشروع تمويل اللي هو المشروع. يعني اعتقد ان مفيش معنى اني احط قانون حلو قوي، حتى لو يعني حلو او وحش هنتناقش هنختلف في تفاصيل، بس مفيش معنى اني احط مشروع حلو قوي ما عنديش تخيل لتمويله. تمويل ما هو ده مقترح، يعني أيوة هو مقترح وبعد كده يجي التمويل، بس لا بس معلش لازم انا يكون لما في اقترح مشروع. غير لما يبقى في مقترح جاي من الدوله، دوله لان الدوله عندها جهاز مركزي للاحصاء والتعديل، فيعرف عدد الناس، يعرف عدد الاطباء، يعرف عدد المستشفيات، يعرف عدد التمريض، يعرف يعني يقدر يقدم دراسه قويه للتمويل المحتاج للمشروع ده قد ايه. باختصار اعتقد ان في ديفو اساسي في الموضوع ده، ان المفروض ان المواطن في التامين الصحي لا يدفع غير اشتراكات، اشتراك كنسبه من المرتب، ولانها نسبه فبيبقى في درجه من العداله، ان مرتبه بسيط بتبقى النسبه دي بسيطه، اللي مرتبه كبير بتبقى النسبه دي كبير، بيبقى المبلغ بنفس النسبه كبير، وده عدل بدرجه كفايه. طب دول اللي بيشتغلوا، اللي ما بيشتغلوش هم هامش مش قليل، دول لازم الدوله تبقى مسؤوله عنهم. القانون الحالي بيحمل الاطفال على الاب، بيحمل اي حد متعطل في العيله، يعني لو عنده ابن عدى ال 20 عدى 25 بس ما بيشتغلش هو ملزم انه يدفع له، فده حمل عالي جدا على المواطن. هو اللي بيشتغل بيشتغل بكام اساسا؟ صحيح. ماشي. نقطه تانية فيها مشكله في المشروع، انه بيحاول يحمل المواطن نسبه من العلاج مش بس الاشتراك. يعني انا بدفع اشتراك مثلا 1% او 2%، افرض انه هيزودوه هيخلوها 2% 3%، اعتقد ان لغى ضاده. طيب انا بدفع بقالي 10 سنين 20 سنه ما عيتش، لما اعيا بقى يقول لي ادفعي تلت الادويه، ادفعي هذا وفي غير قانون عادل. صحي عالمي، يعني في الدول العالم كلها عندها قوانين للتأمين الصحي. بتقول ايه او بتنص على ايه؟ هو الحقيقه حضرتك تعرفي دول يعني اعرف تعرفي عندي مثلا علاقه ميزانية وزارة الصحة في مصر قد ايه؟ وهي ميزانية وزارة الصحة بتشكل قد ايه فعلا من الاحتياجات الخاصة بالصحة؟ ميزانية وزارة الصحة في مصر السنة اللي فاتت كانت حوالي 3.8 من 10، في بطرق حساب معينة بيحطوا عليها النصيب اللي الناس نفسها بتدفعه في التأمين الصحي فيطلعوها 4.1 من 10، لكن ده يعني الحقيقة إن الدولة بتدفعه من ثلاثة وثمانية ميزانيتها حوالي 3.8 من 10، حوالي 27 مليار جنيه. فطبعا دي ميزانيه ضعيفه، احنا بنطالب انها تزيد. حضرتك بتسالي على التامين الصحي في العالم عمل ايه، بمعنى ان احنا يعني مش هنخترع، مش هنعيد اختراع العجله، هنشوف الدنيا عملت ايه. الحقيقه التامين الصحي في اغلب دول العالم كفى، وفي امريكا كفى تاني. في امريكا التامين الصحي عامل مشاكل كتيره، يمكن انا وحضرتك وكتير من الناس تابعوا ان دي كانت النقط الهامه جدا في برنامج اوباما الصحي وفي برنامج كلينتون قبله. يعني التأمين الصحي كان دايما نقطة خلاف ونقاش في أمريكا، لأنه في مشاكل صحية كتيرة. قبل أوباما كان في مساحة رهيبة مش متغطية. التأمين الصحي في أمريكا بيحط شرايح، يعني بالنسبة للفقير اللي اشتراكه هيبقى بسيط هيغطي له قطاع معين من الأمراض. طب لو عي خارج الجدول يعمل إيه؟ بتبقى مشكلة. وكمان لما واحد بيعيا وبيروح بيبقى فيه دكاترة من مهمها انها تشوف المرض ده داخل الجدول تبع شريحة التأمين الصحي بتاعك ولا خارجه، ودول اكتر دكاترة بياخدوا اجر في امريكا، فعامل مشاكل اجتماعية رهيبة. لكن تعالي نروح لانجلترا، لفرنسا، لكندا، استراليا، للدول الاسكندنافية اللي هي الدنمارك والسويد، الدول دي كلها فيها تأمين صحي يسمى تأمين صحي اجتماعي شامل، يعني بيغطي جميع المواطنين، بياخد من الناس اشتراك فقط. من حقك انك ترفع الاشتراك شويه مش مشكله، لكن صعب قوي لما تعيا، لما اعيا اروح للتامين الصحي يقول لي مرضي داخل الجدول ولا خارج الجدول، لان انا ما اخترتوش. صعب قوي يقول لي بناء على كده انا هغطيكي او مش هغطيكي. صحيح. ده في دول يعني لو اجنبي موجود فيها وحصل له اي حادث او اي جاله اي فيروس او مرض بيعالج على حساب الدوله. بالظبط، لانه بيدفع نسبه حتى وهو بيسافر، بيدفع نسبه من تذكره التامين الصحي، يعني هم بيحاولوا ياخدوا نصيب كده من كل حاجه. في دول كتيرة بتعمل ضرائب مربوطة تحديدا على الصحة، يعني الضرائب على الصناعات الملوثة للبيئة زي الأسمنت زي السجاير،
في دكتوره زميلتنا كانت عامله بحث يعني على احنا ان كده هناخد العطور اكتر بكتير من 15% من ميزانية الدولة. في دكتوره زميلتنا كانت عامله بحث على ان العطور ليها اثر على الجهاز التنفسي والحساسيات فالعطور كمان يجب ان تدخل في القطاعات اللي بيتاخد منها ضرائب مربوطه على قطاع الصحه بالتحديد. صحيح، يعني الصحه دي حاجه اساسيه لكل مواطن وحق لكل مواطن لازم يحصل عليه، ويحصل عليه 100% ما يحصلش عليه 20%. دكتور منى مينا، عضو مجلس نقابه الاطباء، المتحدث باسم حركه اطباء بلا حقوق، بشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده. ان شاء لها. الله الحمله يكون ليها نتيجه، إن شاء ونشوف الله. كده مشاركه من اعضاء البرلمان في الفتره الجايه، هيتكلموا ازاي على الصحه وايه القوانين اللي هتصدر منهم على الصحه. بشكر ومرشحين حضرتك جدا. الرئاسه احنا نسينا ان احنا برضو بنطالبهم انهم يتبنوا يعني الكلام هي ده لازم معانا. تبقى جزء في البرنامج الانتخابي يعني. عايزين نسمع راي المرشحين المختلفين للرئاسه حوالين صحه المصريين وازاي تتغطى، ومين كمان الاحزاب المختلفه، في احزاب كتير قوي دلوقتي، يعني خلينا نتنافس في حاجه على الاقل الناس فاهماها، يعني بدل ما احنا بنتكلم في حاجات صحيح. بالاغلب محدش متابعها. دكتور منى بشكرك جدا، نورتينا. شكرا جزيلا. مشاهدينا خليكم معانا، عندنا فقره خاصه عن الدستور ووضع الدستور بس بعد الفاصل.